إذا كانت دي أول مرة بتشوف القناة، يلا اشترك معنا وفعل الجرس. أكيد دي خطوة مهمة جدا عشان يوصلك كل جديد أول بأول. هنتكلم النهاردة من ضمن الموضوعات المهمة في اللغة هي definite and indefinite articles، اللي هي أدوات المعرفة والنكرة. هنبدأ النهاردة مع أدوات النكرة indefinite articles. في الإنجليزي عندنا أدتين الأ والآن. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ إن إحنا بنستخدم الأ قبل الكلمة اللي بتبدأ بصوت ساكن، وتركز معايا أوي، إن إحنا بنركز على نطق الكلمة بنسمعها في أولها ساكنة. فإحنا بنقول إن إحنا عاوزين نركز مع بعض إن الكلمة بتبدأ بصوت ساكن، وهنوضح الكلام ده بعد شوي. وبالنسبة الآن فبتأتي قبل الكلمات التي تبدأ بصوت متحرك. أنا عاوزك بس تركز معايا إن أنا هنا المقصود بالكلمة الاسم إذا كانت كلمة واحدة، وإذا كانوا أكتر من كلمتين ممكن تيجي صفة أو اسم. هنوضح الكلام برضو كمان شوي، ركزوا معايا. أنا دلوقتي في وسط كلامي قسمت الحروف أو الأصوات إلى نوعين، يا إما ساكن يا إما متحرك. طيب الأصوات أو الحروف المتحركة عندنا في الإنجليزي خمسة، الأ والإي، أي أي إي أي أو يو. دول خمس حروف وظيفتهم إن هم يطلعوا الأصوات المتحركة اللي موجودة في أي كلمة. ممكن الصوت المتحرك يبقى في أول الكلمة أو نص الكلمة أو آخر الكلمة. إحنا موضوعنا عن أول الكلمة، فعلى سبيل المثال فأنا دلوقتي هجيب لك مجموعة من الكلمات اللي بتبدأ بصوت ساكن، وبعد منها بعض الكلمات اللي بتبدأ بصوت متحرك. على سبيل المثال A box A car A face A house. طيب لو جينا للكلمات اللي بتبدأ بصوت متحرك، an egg an email an elephant an onion an umbrella. قالك ايه بالنسبة لحرف اليو؟ خلي بالك معايا في ملحوظة مهمة على حرف اليو. ايه هي؟ بيقولك في الاصل هو من الحروف المتحركة التي تصدر صوتا متحركا، ولكن إذا نطق فهو ساكن. إزاي الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي مطلع لك مثالين، كلمة اسمها أمبريلا وكلمة اسمها أجلي، طبعا هنا يبقى متحرك. لكن لو أنا قلت يونيفورم نطقتها يو، يبقى بقت هنا ساكنة يونيفورم. طب شوف الكلمة اللي جاية دي يونيفرسيتي، كمان كلمة يونيون. أظن واضحة، مفيش أسهل من كده. طب إيه معنى أداة النكرة؟ قالك أداة النكرة بتوضع قبل الاسم لتعني أو تدل على المفرد. يعني من الآخر لو أنا قلت لك I have got a car، يبقى معناها أنا عندي سيارة واحدة، ولذلك a car بتساوي one car. اما اجي اقول لك كمان This is an umbrella، اللي قدامك دي يانت شمسية. لكن اما اجي اقول لك This is an umbrella، يبقى هنا an معناها برضو one umbrella. اقدم لك دلوقتي امثلة كمان. عندنا كلمة فيلم بدأ بحرف الاف، يبقى ده صوت ساكن، نقول a film. كلمة اللي جاية دي listen تبقى a listen. لكن اذا انا وصفت لك الفيلم وقلت لك الفيلم ده مثير، يبقى انا اقوم حاطط كلمة ايه exciting film. هنا هنغير الآ تبقى a. ايه السبب؟ لأن الكلمة الجديدة اللي أنا حطيتها بدأ بحرف الإي، بدأ بحرف الإي an exciting film.
طب وكلمة ليسون، لو أنا جيت وصفت الدرس ده إن هو مثير للاهتمام أو شيق، يبقى أنت هتقول an interesting lesson. A lesson, an interesting lesson. نفس الفكرة. A pencil هتبقى an expensive pencil. A pencil, an expensive pencil. A pencil, an expensive pencil. A pencil, an expensive pencil. A ruler, an amazing ruler. A ruler, an amazing ruler. A hat, an hour. لا استنى، ستوب بقى معايا، ركز بقى معايا في المثالين اللي جايين قدامك دول. نلاحظ حاجة مهمة جدا، ان كل كلمتين قصاد بعض بدأ بحرف، بدأ بنفس الحرف، لكن لما انا جيت نطقت هات، نطقت حرف الاتش بها اهات، يبقى هنا بقى ساكن ولذلك اهات. لكن في الكلمة التانية اور اور ما تنطقش، يبقى هنا صوت متحرك. يبقى الاولانية صوت ساكن، التانية صوت متحرك، a hat and hour. طب المثال التاني، a union and ultimate idea. A union and ultimate idea. بتلاحظ ايه؟ بلاحظ ان الكلمتين بادئين بحرف اليو، بس في الاولانية نطقت اليو union، في التانية ultimate. يبقى في الاولانية ساكنة a union، في التانية متحركة an ultimate idea.